طيب نروح لموضوع تاني لا يقل أهمية. جامعة جنوب الوادي في محافظة قنا قدرت اللي هي تنظم ورشة عمل دولية حول التغيرات المناخية، وده في إطار اتفاقية التعاون بين جامعة جنوب الوادي وجامعة جنوب ويلز البريطانية. تعالوا نتابع التقرير التالي. يمكن زيارة الوفد الإنجليزي اليوم للجامعة لإقامة هذه الورشة، أيضا يعقبها توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وجامعة ساوث ويلز، على اعتبار أن هؤلاء الفريق متخصص في الهندسة الميكانيكية مختلف أنواعها، وبالتالي احنا لدينا دارسين في هذه الجامعة ونطمح لمزيد من التعاون عبر توقيع مذكرة تفاهم مع هذه الجامعة، تتضمن أيضا جامعة جنوب الوادي الأهلية، على اعتبار أن جامعة جنوب الوادي الأهلية هتفتح أبوابها السنة العام الدراسي القادم بإذن الله على الاستقبال الطلاب. ورشة عمل المقامة حاليا بتتكلم عن التغيرات المناخية، زي ما احنا عارفين ان مصر ان شاء الله هتنظم المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية في شرم الشيخ، وبالتالي بينصب اهتمام الجامعات خلال الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية ان شاء الله حتى إقامة المؤتمر على مثل هذه الندوات والمؤتمرات اللي احنا بننظمها، واحنا بنعرف مدى تأثير هذه التغيرات المناخية على البيئة وعلى الأفراد الموجودين في المجتمعات، وبالتالي احنا يعني بنسمع في مشروع ان شاء الله بيتم بين جامعة جنوب الوادي وبين جامعة جنوب ويلز عشان خاطر التغيرات المناخية. طبعا هذا المشروع هو تعاون ما بين جامعة جنوب الوادي وما بين جامعة ساوث ويلز، المشروع ده مدته سنة، احنا بنركز على ثلاث مواضيع أساسية. الموضوع الأولاني ان احنا بنعد مشروع حاليا ان احنا نشارك به في الكوب 27 او مؤتمر قمة المناخ العالمي اللي هيعقد في شرم الشيخ ان شاء الله في نوفمبر 2022، والغرض الثاني ان احنا بنحاول نعد برنامج تدريبي للطلبة في السنوات النهائية علشان يعرفوا المشكلة ايه وايه دورهم انهم هم يعملوا بروتكت او يعملوا حماية للمجتمع من التغيرات المناخية اللي بتحصل. فيه برضو حاجة مهمة جدا احنا بنركز عليها حاليا، ان احنا عايزين نطور المناهج التعليمية لطلبة كليات الهندسة وطلبة كليات العلوم ان هم يبقوا اكثر وعيا بالمشكلة. النهاردة أول ورشة في الجامعة عن هذا الموضوع خلال زيارة لفريق العمل من جامعة جنوب ويلز لجامعة جنوب الوادي خلال هذا الأسبوع للاطلاع على جميع إمكانيات الجامعة وجميع المعامل البحثية وتقديم برضو أو دراسة أوجه التعاون إن شاء الله في المستقبل. مقترح أن يبقى في مذكرة تفاهم إن شاء الله خلال زيارة فريق العمل المصري لجامعة جنوب ويلز خلال شهر أغسطس بإذن الله نهاية أغسطس، نناقش فيها التعاون مع الجامعة هناك برضو في مجالات متعددة وليست مجال التغيرات المناخية فقط، وإن شاء الله بإذن الله تبقى ورشة مميزة بحضور السادة عمداء الكليات وكلاء الكليات لنقل فكرة الاهتمام بموضوع التغيرات المناخية ونقل ذلك للطلاب ان احنا نهتم بموضوع مهم جدا الا هو التغيرات المناخيه، لانها بتاثر على كل شيء موجود حاليا حوالينا، الطقس، الزراعه، التلوث اللي موجود.